أرض مثلا فيها أبراج من الغابة، عندي سيارة موقع خارج الموصل أو داخل الموصل، وشفت أحد أنواع هذه الألغام، شفتها بالأرض، رأساً هاي إشارة أن أقع عشرات المئات تحت الأرض. بين هذه الغابات، يعني ما تقدر تتوقع أشهر حجم حق الألغام. فأنا إذا شفت أي نوع من هاي الألغام، التصرف أول شيء أسويه أنه ما أتحرك هنا. يعني الـ VS50 أصغر. هذا الاصفر هذا يكون حجمه من حجم طبق السيخان ان شاء الله، احتمال انت الجايه مالته عمرك من ضمن 3-5 ما لسك عليه، زين؟ اذا تفكر ترجع من نفس الطريق راح احتمال تدوس على لون، فانت تبقى واقف في مكانك ما تمام. خاور بالموبايل نعطيك برنامج تليفونات لا ترشون الالغام او الدفاع المدني اتصل بها. الحاله انه ما كان عندك موبايل مثلا ما شايف موبايل تبقى واقف في مكانك تطلب المساعدة التالية على أي شخص مار في المنطقة وتنبه أنه ما يتقرب عليك. استاذ العفو، اذا اجراء احترازي مثلا ما شفت احد موجود، نعم، ما عندك زملاء او كذا، كنت بمنطقه معينه، رايح على منطقه انت وحدك، نعم، الاتصال تعدى، وشنو الاجراء مثلا؟ ما في اجراء وقائي مثلا اقدر اسويه حتى انه امنع نفسي ان اتاذى؟ نعم، اذا انت مثلا شفت وما كان عندك اتصال وما احد مار، تبقى واقف حتى لو يوم ما لانك انت تحمل بوفر 5 ساعات 10 ساعات الى ثاني يوم، افضل ان ما تخسر مشهد. يعني هذا الصغير اللي اسمه سي هذا بتار، يعني راسه مكرر، فانا اصبر ابقى واقف حتى لو كان بيدي شنطه ما خليها ما اتحرك نهائيا. تبقى واقف انت احتياجي اي منطقه، هسه انت جيت هنا للدائره، اذا راح تتاخر مثلا الليل احتياجي عائلتك فالحين المفروض انت من اقارب الدائره يجوز يسالون عليك. الانفجار ما شلون يصير؟ نعم الانفجار ما له يعني تصوير، هل انت مدرسه اكو عندك قنابل ولا مدرسه اسفل ولا مرمى؟ مرمى ينفجر على هاي الحراره نعم. تطلع الضغط يصير بالاعلى يكسر الاعماق، يعني البتر يصير عن طريق اشمل تلوث الجرح بالانفجار، كل المواد يخلون مواد كيميائيه سامه يتلوث الجرح، الضغط القوي راح يصير راح يكسر الاعظام الموجوده بالرجل، فالحل الوحيد انه بالبدل بالمستشفى بدر ما تتعالج الرجل من اهل الرجل. اذا تدوس على اللغم وما تتحرك تنفجر ولا ما ينفجر؟ سؤال، اذا انا دست على اللغم وما تحرك تنفجر ولا لا؟ كثير من الاشخاص اسالهم يجاوبون ان اللغم ما ينفجر اذا ظليت دار. لا، انت مجرد تدوس على اللغم نفس اللحظه ينفجر الرجل. يعني ما فيها مثلا القواقم يجي شخص خليفه او شيء، لا، نفس اللحظه ينفجر. واشبك ما يمر زمن على هذا اللغم، يعني اذا منهم خليت اليوم مثلا ينفجر 5 كيلوات ضغط، بعد 10 سنين كيلوات رجعوا على بيوت الناس، رجعوا على بيوت. فالمطبخ الجدر الطباخ الثلاجه ما استبعد ان تكون هذه امر مناسبه، واي لمسه لها اي حركه عمل فيها ما تنفجر. طبعا شو تكون جرى قبل الناس؟ من يعرف؟ نعم، ايش هي الطرق؟ طرق تفجير الارض الناس؟ عن بعد وعن يعني توقيت. توقيت، بعد. موبايل. سلم، نفس، بعد. تنفجر عن طريق الموبايل، مثلا تحدد جهاز موبايل، جهاز تفجير، او جهاز لاسلكي. عن بعد مرتب، او مثلا عن جهاز توقيت دائما يوقفونه بعد اسبوع 10 ايام بعد ساعه تتفجر، او عن طريق السلك يسموه سلك العفنه او رايد السمك مثل ما عندي صنع محلي واستخدم الفيول الصيد، هذا السمك يكون شفاف، مجرد المس هذا الخيط راح تتفجر هاي الانوار. والطريقه الاخيره مثلا عن طريق الضحيه نفسها، الضحيه نفسه لما يرجع لبيته الايمن بالايسر يريد يفوت يحفر او ينزف ورجع بدون ما يسال القوات الامنيه، يجي يفتح الباب بس تتفاجئ بيت باب المطبخ او حتى الثلاجه او الفرن تنفجر عليه الامور المناسبه.